اسمي أيمن سعد، سيناريستي كاكتيوس مع نوفل عملول، وسنة مع تيسعة مع بودي شتايب، ونعمل شوي ستاند اب. بديت نقلب في الأصوات في الحومة، والكل صوروني فيديو بعد بث على الفيسبوك. وقتها بديت نقلد، حسيلو أي حاجة يقولوا لي قلد نقلد، يقولوا لي فاهم ونقول له ما نعرف علينا خيتي ما ندري علينا خيتي، يقولوا لي جمعة أم الفئة احترام أكبر لي يا فاهم وين وأنا به ظهر لي تي بي إس هذيا ولا تثبيتي هي احترام أكبر لي. زاد يقولوا لي ضو نتاع تلوزيل كيف كيف بنتي نجمت انت، انا نقول لك من الاول تيرين الامور كلها مريض لك. شكون زاد نعيم الكحله كيف كيف يا قماير رتوش قماير بالله يعطي سخط على راسه قماير. سمير سنكوح زاد على ايام تبرج لي اسما، انا وقت اللي جيت لهنا مش في بلبس نكاسه قلت له صبري ونعرف عليك انا صبري. حصلوا برشا سؤالات وغيرهم وغيرهم. حصلوا بث على الفيسبوك والكل، عملت برشا فيو، عملت 100,000 وقتها، نحكوا على 2015. فرحت برشا وقتها، ومن بعد صار فما حصلوا في قفصة جوت تالنت كومبيتيسيون، مشيت باش نشارك فيها بكل ثقة في النفس وكل خاطر عامل 100,000 فيو كمان. مشيت قدمت روحي، قال لي هاي شنو باش تعمل الكل، قلت له نقلد أصوات. بديت نقلد في الأصوات والكل، قال لي اسمعني عندك حاجة. فرحت برشا، قال لي أنت عمرك ما تجي مقلد أصوات. والله وليت سيبت كل شيء من اللي قال لي هكاك، نحيت كل شيء على جنب، رجعت نقرا، شديت القراية وكل. نهار دخل نقرا في الفاك، لقيت جماعة نسكافيه يعطوا في القهوة والكل. أنا قلت سيكت على الأقل فماش قراية، في بلستين تاع قهوة، خلي واحد يمشي يروح. ظهرت وقتها كومبيتيسيون نسكافيه كوميدي شو والكل، نصحوني الوليد باش نشارك. قلت بابا ما قبلونيش في دار الشباب باش يقبلوني جعفر القيسي نعيم الجيني. حصلوا شاركت، تقبلت، ومشيت للفينال وقتها. ومن وقتها بديت نعرف في الجو هذا والكل، لان من بعد حصلوا في الاخر خدمت زاد كيف كيف ديزيفينمون في قفصه. فما نهار لطفي العبدلي عنده سبيكتاكل في قفصه في الفيستيفال، هو يخدم العشره متاع الليل والتيكي متاعو ب 15,000. مخي حكي لي اني لازمني نطيح على لطفي العبدلي. نظمت ايفنمون نفس النهار، الخمسة متاع العشية تكيب 3,000، ديري ايفنمون يتفرجوا فيها 10 من الناس. قلت برا مع الوقت والتعب صار والكل، مع الوقت وفالي ايفنمون يتفرجوا فيها 8 من الناس. الحمد لله خلصت 30 دينار، هز مولا صار 25، هزيت 5,000، كملت عليه 10,000، مشيت تفرج في لطفي عبدي. حاسب بعد بريود زاد خدمت برشا ديزيفينمون فاشلين، برشا فاشلين وفيهم زاد ناجحين. نهار زاد في الدار والكل كلمني، جاني تليفون نيميرو 79، عسلامة أيمن سعد معايا، وي معاك مدير السجن المدني بقفصة. قلت له والله خاتيني راني ما عملتش خير. قال لي ليه حاجتنا بيك في حاجة كانت نجم تجينا. قلت له تحب تجيني هيا لي أنت ما نجيكش الحبس. وقتها ايفينمون صارت في الحبس، اكسبيريونس مزيانة على الآخر. تشجع الخدمة، ومن بعد حسيلو صار الكاستينج متاع نوفل الورتاني. على ذك نوفل الورتاني وقت في الكاستينج 30، نحن باش يقبل منا 3. دخلت الكاستينج حسيلو لبس مريول ترجي وشورت، دوب ما دخلت خزر لي هكا جبد التليفون، قال ويسي حمد المثل عندك خوميك اللي رامو ضايع في البارك، ما عرفش ثنيه منين. ومن كلام نوفل فهمت معناه في سرتو في العاصمه ما يفرقوش بين الاسمر التونسي والاسمر افريكان، والافريكان كيف كيف قاعده بعد افريكان سالو بعد تونسي سالو تصير الفازيت هذيك. نهار متعدي في الشارع عرضوني 3 افريكان، فهمت، غزروا لي ام مادو تنبو فايوبا كاريكا سما بني بني فتو فوك بو مادو. مشيت خويا هكا صوروا معايا، تعدوا على روح، جبت التليفون كتبت اسم السيد على جوجل ماما دو تنبو فايو، تعرفوا شكون طلع؟ طلع اسمه ولي العهد نتاع زامبيا. قلت اعوذ بالله، حطيت التليفون في الجيب خويا. انا هكاك كلمني سيف صاحبي، قال لي وي كمان باش نمشيو نتفرجوا في الماتش، هاي لي القهوه ماتش تونس والكونغو وقتها تصفيه كاس العالم. هزيت تاكسي خويا، انا ركب مع مولا التاكسي، جاونا باهي، غزتني منه حاجه واحده، دخلنا على حومه ظلمه شويه هكا، غزر منا عمل لك قطع وما خلصناش في الكورس. قلت لها راه فهمتوا ايش؟ الدنيا ظلام خاطر. اي عاد فيقوا نبقوا فاهموا هذيك الحاجه. حسيت وصلت للقهوة، معناها نتفرجوا في الماتش والكل،
ماركة تونس خوكم كي التوانسة الكل، ولي تحيا تونس تحيا النسور خوكم وندور. لقيت خمسة أفريقيا يغزروا لي، ظهروا من الكونغو، ماهيش غزرة عادية، غزرة متاع موت، وليت خزرت للتلبس. نو نو مسيو لاربيت أورجو وكا وكا إي إي. بسلكتها نهارتها روحت. ومن وقتها زاد حلفت انه اي ماتش باش نعاود نفرج عليه في الستاد، اقل خويا مشاكل. عندي صاحبي عمر هذايا روج، نحن عيطوا له الروج والكل يشبه لي برشا. عندنا تيكي عندنا تيكي وحده، قال لي باش نمشوا نتفرجوا على الجمعيه، قلت له اختار تيكي مش باش يدخلونا. مشينا خويا استنى الستاد. مد عمر تيكي هكا هزها العون، قال لي وانت تيكي؟ قال لي عمر خويا خويا. خوك تفضلوا. دخلنا جا العون قال لي كيفاش دخل مزز فر تيكي؟ قال لي اخوه. مفردين قالوا تقول كلاس طبعا لما تقول لي اخوان همش نفس كولور قالوا كيفاش اخو شبيه بالكلام العون وقتها هذاك اخويا شديت الدار قلت خويا ما عادش خارج وبقل كونتاكت وخطاني من العباد ريكس مره في الدار زول الاربعه نتاع الصباح هكاك مصبح بعثت لي طفله انفيتاسيون قبلتها اسمها بلانش نيج وهي في نفس الكولور نتاعها فهمتني ولا لا قبلتها بعثت لي ميساج قالت لي ميساج نتعرفوا طول بون تو الاربعة نتاع الصباح تحس وقت فطاير ما اكثر منه تعرفوا كبش قلت لي هذا ربي لا نسيبك نتعرفوا تو عرفت على روحي مع اضافه بعض كذب تبيع قلت لها ساره انت معناها بلونش نيش شنو اسمك الحقيقي قلت لي اسمي صالحه قلت لها هاي الوقت ايش عسير بعد البريده ذيك حكيت مع صالحه شوي قلت لها صالحه برجليه بلونش نيش قلت لها وقتاش نتقابلوا قلت لي نتقابلوا غدوه في الليل قلت لها غدوه في الليل ما اقول من الاول ما نحبش نشوفك عيبيه على اللي بديت تفهم بعد فريود حاسيله في الدار والكل قلت اسمعني كمان رجعت للطفله اللي صار بيناتنا كنت فودو والكل هي اماني رجعنا نتقابلوا كل نهار خارجين مروحين من القهوه في الليل براتسي براتسو عرضنا واحد مش فاهم حد شيء شيل اماني زين وعينه قد كيف كنت مروحه واحده أتكلمني نشايع قلت له معلم ما شفنيش بك وحشيشه ومو سبحان الله زين وعينه قد يتكلموا على لسانها مسكونه البنيه تروح ومشي واميني هذيا عندها مشكله معايا صغيره ديما ونبقى معاها تبدا هكا شويه طيش في داهيه لا مره لا اثنين لا ثلاثه قلت ما عندهاش خواتها ولاد في الدار تخاف عليهم تعمل هكا ولاد الناس مشيت تسأل في صاحبتها سندس قلت لها سندس صاحبتك اميني راهي ديما طايش في داهيه اش فهم قلت لي تستبخت بيك قلت لها كيفاش قلت لي ما انت يا اسمك وانت تمسك وتتمنى اي امنيه تتحقق قلت لها بالرسمي قلت لي والله قلت لها ايش تتمنى قلت لي تتمنى يخطبها امير وتحومتها لعيش فرنسا هكا هاو بعت خويا على اميني نهار وقتها في الصيف وقتها مشيت نصيف ربي كي نحي لك حاجه يعطيك برشا حاجات فما طفله حاسيله عجبتها على الاخر حبتني على حاجه واحده على لون مش على حاجه مش يبالها عامل برونزاج فهمتني دونك لازمني نلقى حل الشتاء والخريف والربيع برشا حاجات كملنا الصيف هزينا روحنا وليت نحكي معاها سكايب كملت نحكي معاها اخر الصيف في الشتاء والخريف والربيع وليت نعيط لعمر ولد خالتي الروج هذاك يحكي معاه انا اساس لعبد الله ما غير برونزاج عليك نور قصيناها عملوا تقولوا علاش قلت لي نعرس وخذ صيف اوكي مريك عادي روحي شتاء وخريف وربيع عمر والحومتي بقى المشكلة دي عندي ما عادش نبقى يا والله المشكلة دي بدت لي ملي صغير نهار اللي تولدت قصت دوا على السبيطار بالزهر فهمتني هبطت ببركتي بقوا يلوجوا فيها جمعة كاملة بحكم دوا مقصوص لعبد الله هكا دوك صعيب بابا يدور حاسيلهم الكروان الكروان بلي شفتوش طفل هكا لونه لكن شوية في المارون خزرت له ما غادي يفرم لي انا ريت واحد في الفيولي فوالا ذاك هو ولدي جاء بابا دخل قال ريت دكتورة كان جو في حتى سنتين راوت بس مرافقنا بيه من هارلو علي يتعب فينا هكا والكل بعد عيد ميلادي بقى لي عقدة في حياتي لليوم اي انسان عيد ميلادي وعديها هكا في اوتيل مع اصحابه في بلاصة باهية عبد الله اول عيد ميلاد في حياتي عديته في السبيطار محتفين امي بابا بعيد ميلادي مظلمين البيت حاطين خبز الباتو وشمع عمري عام عمتك امي نفخت على الشمعة يا ريتها ما نفخت على الشمعة حد ما عاد يشوف في حد عمل هكا باب باش بدل فيشه باش يرجع الضوء برا شاهي لي في عين حكم صغير وقتها من عندي وقتها ابيض كان داير نتاع عيني والوسط ما وكحل باب باش تخيل عيني هي البريز رسلني في السبيطار خويا و سي بون ولا اخر واحده وكمل
سي بون قصوا كملوا شويه. حسيت وقتها بابا فرح برشا كيف تولد خاطر ما جيتش في نفس الكولور نتاع اخواتي. فرح حسب لكم شنو ولا ناديلي؟ ولا ناديلي الروج. بعد مدة ما عجبتوش الفازة جيران وما همش نفس الكولور على شاب يعني ما نقول لك اي هزني للطبيب قالوا دكتور مش تحس الطفل كأنه نقص تياب على اخواته؟ قالوا بيان سور خاطر ولد 7 شهور هذا يرجعوا قالوا خلي زيد يتيب شوية شهرين هذوك طيبوا في الفنكوش قالوا في الباكيت ميرسي بوكو يعيشكم محلى جوكم و سامحوني كنت